نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخوتي في العقيدة، وحنتي شابين يأينا كور رمان موضوع عصياء التربية الإسلامية، أما بالتحديد هدان سيت المامو عوامش تربوي كانتي جيل الصحابة إنو كم مضناده جيل شي كدن بيه دمانتود، وإنو باهني إني نسكو داي كرنا بالعوامش أسيني نسوع علين كرنا سي بلشدا إنو أباهني إن ديب لوغو هلو. ولذلك با صلف كوحاين بدا كم مقشان يدو لغا صور نقلين أيو ومدن دنبين أنا كو إصلاح إني نمسي كو هقاق إني تي هوري وحي كو إصلاح دي مو يعني ما أنت وحي إسكا بدن رنتي خطبك أما وحي أبا كو صاب سن عويلك أما أوهنت يا بروردقة العالم الإسلامي دمانتي أما يوروبا أما ملك استدت قوة على عليا وضعك المسلمين تمشوا قريبا أنا لقى على عليا مركي أركته دكي مسلمين تها ضعف جهستا مد دينات مد عقيدات مد دقامات مد حوجات مد دقالات مد سياسات دول بس إذا يقول لي تانا ضعف وغبيري أي واحد نودا إن بدنا خطبة دينا كم دينا وحا أي كهل لانين ويهيون برورديق لغا برورديق ودتك كاني قابنا لولوت كيدن ليتا وحا سي أنو إن بدنا باهن هاي إنو قضية دا وجهك كلاو لغنو أه مأسات كي وضا درين ناي هاتاني بل إن بدنا إنو بحثنو أما سي بادنو سيدي أمدة تاني وكي علاهي سيدي مردن باو الرقان سنكاري لهاي سيدي إلهي كتاب كيسا وقول لغم كاري لهاي دين إنو مركة لتي شابينو و أهشق قف كستو أو مسلم لغا ربا وحي إنو قران كرنا إني كران كوح إلهي سبحانه وتعالى وأماني أو سيقار أو تلمامي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى يوحط المام يا سبحانه وتعالى إن الشيران كو دقدقي أو إسلام كوسو دقدقي أو إلهي كتاب في سراعي أو أنصار إيا مهاجرين بلها كواسو إلهي لي سبحانه وتعالى إلهي برالك النقضي بقن كودي دين تودي عقيدة دودي وحي هستين با إلهي رالك النقضي وحكلو ألا شيخ يا سبحانه وتعالى يقول إني ألا رالك النقضين إيا وحني معسي كوحدة سيا إلهي سو قرآن قرآن كسيقارة وقت المامي أو قت المامي كنتم خير أمة أخرجت للناس خطابك يقول قدعيا كنتم خير أمة
إلهي وكشيغي دادبا كوي أخير بدنا دادك الله سو سارو أمد دي أخير بدنا إذا دادك الله سو ساريني وحي لأن جماعة داني وحي أمان تنكو هشي وحي تاريخ دبالك الدهب وغقرمين وحي نولشود ودنكستو لو دراسي يبا عظيم كو نقطي نوللوين نقطي وحي المجتمع قوب دقال ركوه عظمات حربية له وعظمات سياسية له وعظمات إدارية له عظمات نفسية له عظمات روحية يعني ضد دنكي لغا إيقابا رق أهابا يهاي وحن لأن إيدادك كان وحا قارك كردك وحا يهاي كتاب ألي يسو ندي نبي عليه الصلاة والسلام أما وحي يجي سودكي وضدك سيدة في عن لغو طبقي أما إيقو طبقي وحي ميزدن غاركا كهلين وحي ويان بين لاني مبدأ كان يسيدا غاركا وغدقمي لكن وحن كلو لاني وحي هايان داد بن آدم بلشو كم داد بن آدم نوع كقديسان نوع يدا بن آدم كما يهين وحي هايان بن آدم ولبا قصور دحقري بيئة آد أوليدته بيئة جهلك يا عقيدة حمضة يا دلك يا دعا يا بابك يا ظلمك مالحنك قادي وحلقا يا بينا إنو إنو على علن الله إنو قالا دحديت سيدي وحلقا ربينا يا كوان يغا قالا هاي ولا صوغة بغبطي يغا قالا ها ولا صوغة بغبطي ودبتنا قالا لغو دح ربي ما كدول قالا بيه ودبتنا هجرو دي ودبتنا مدينة دقي ودبتنا مجتمع إسلامي نوضي وحيا هاي انداد بينو لاني قبل الرسالة ان ترسيس دولي دكا هاي سينبا ان ترسيس وغا هاي هدي دادكي نوعا اها اي بختي عوني چري اي سنم كعابدو چري اي دعي حوق وواها قانونك قانونك وواها وننكي حوق بادن لينو واحد عصدوكي مسكينا نانو وحبا يالانين اي اقون يدومر يعروري وحبا دحلي چرين ان نظام كاسي ونولا هدي اسلام نمدو انت كسو صارتي اي نوعا كدكتي ميان اي صورتا قلا هين اما قالا دح جوغا اما ودا المسلم جوغا داد مسلمة او رصيد اسلامية هايستا او تجربة اسلامية كهو الرئيسي هايستا او اب يعني عن جد عن كابير نو اه داد مسلمين ان اي تيسو عليان ميان اي صورتا قلا هين محاب بعيد كدقين ليدا هدو ما صور نقون كرتو مع عوامل باجرتي شيغي سينان مردن باني صور نقون كرين مر هدي إيه با انت ماشا لغا سو ساري عين كاي يغا بلشا قالي دي بحشوغي وحلقا يا بينا ترادان داد كان يمغا شوغا داد مرن بدنو انكار بدنو عين كانو إلهي با قرآن كي سيوي حكو شيغي يكو وقار كم مرن بدن إيناني شوغين فإنما يسرناه باللسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إلهي باكت المام يا قوما لدى إنا يحايين أما قوم خصمون داد مرنك يا هلا ديق ملك قاد إنا يحايين وحين لأن بلشدي هدان نوع عنا هيد التاريخ دان آت كأم دولة هيد محاكا ديق إنا آفاق دان أما هير كان سر إلي قادو ومحاي عناصر تددك كان elementiska marka la isku walaaqo mucjisada tan ay soo baxaysa runtii waa mucjiso laakiin macna sir ba jirta haddii laabka la gasho isku walaaqdo waxa kan uu ka soo baxayaa waxa leenahay ha laakiin mal helaya su'aashu weeyaa mal helaya wixii hadaba inaynu seen u qabanno oo jiilkan u soo saarno mal heli kara qadayaadka kan وحين لأن يقوى حيهايين أفضل نموذج بحيث شيران نكا معلن كي مركو وح شرح يو أردقة تصالها أفي عن بالا سياسي وهدو وغضا ينكرا مثلا عالم كبير تردقة يا مركا ينير لبير يو هودا وغفي عني ماشا وغفي عني عيد في عني فيرتلايزر سوراكسانية وحكا سي ماكزي ممكا لو قرسية إن انت تانينا وبحضا سي اودع كرتو مركا أردقة هدو بلينو سنتي شابين كرا وحان سمين كرا iyagu waxay ahaayeen been leenay namuudajka misaaliga ah laakiin maxay ahaayeen caanaasirtii soo saartay
عناصر تصور صارتي وحنا ران كرنا وواح كوابنا يرى لجرنا يا مدي وحويا ووحيجي حاجة اللي كيمي الكتاب والسنة مدينة وحويا وحي كان مركي لغو طبقة يي وصائشي لو أديك سدي إيا قاب كي لغو كله الرئيسي يي مدينة وحويا عدي تربيين يسيب مربقة هيدا قعنت كوهيسي سدح دا شي هدي سفي عن لو فهمه وصفي عن لو قرطه وحل سوع لنكرا نموذج كاسي وحيك سده والله يا بين ان لا اورن كرنا نموذج كاسي خير البشريه بو هي قمه دو غارسي سنه ما لما غادي كرو لكن واحد جرت حد لا غادي كرو او الله هو طلع غلي وهي الدين تتني وخالد الله هو طلع غلي الى قيام الساعه اني جوكتو ما دام الله هو طلع غلي وين اي مركز تجوي كرتا نبي عصب لو ما باهنا صدح دان شيبا او باهنا دبينا وحوغا كنيد نداهنو ككواد كتابك يا سنة هو محفوظ ويالي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بإلهي إلهي بوحي إليه سبحانه وتعالى أنا سؤدتي دين تتن يا قرآن كان وحي كان أنا أنا إلى لنيا ديمه هراء مثلا أهل كتابك هراء إلهي وحكة المامة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء أهل كتابك إيه قال الله حل سارين حفظيان وإلاليان كتابك لكن قرآن كان يسر ندن إلهي باب بلن قادين وإلالين دون ولذلك با شيخ المودودي الشيخ الندوي عفوا أبو الحسن الندوي با وحو ليه إلهي وحو ضمانا قادي بولي كتابك إنو دوره شريعه إيا أحكامهان لغة أهان إيا أدبهان فهم إيا تفسيرهان بل إن للرياب الشعوب دن اللغة دي سكو هذا شا سيانا اللغة دن مرنا بأولو من حلقة يا بددك بردنا اي مسألة دا تناني وحوين ولمو قد لكن ومن أكبر النعم ددك مسلمين تاي هيا او اهنا مرجع مرنا بك قلد من ما يشا اللغو نقونا يا والغة يا بفهم كددك ينو قلدمو والغة يا ببدعات يا وحيابا ينا سوء روران مركا جهل قبطو لكن أصل كوين أنو مرنا بلو من أوتشوغو إلهي باو إلالي ولذلك با غاري لينك نينك كنديان كلا إذا مثلا كاثوليك يغا سبرتك مركي هو رايح عانشري ملا كاثوليكي بيسك جيتك دي غاري لينك باو حلية هاي إساقو استدين عدنك يا مثلا كريستيانة تيغا أما ديمهان أهل كتابكو هستاني إسلامك يا حلية يصدح شيء باتشرة وإسلامكو أهلي واني ديماك اللي هلين بولي سدح ذا الشيء وحي فضيديين بولين وإسلام كنا وحنا لو تشيران نقاك رو ديمها كلنا وحد انتايا مرانون وكتاقيا نقاك رام بولي سدح ذا الشيء وتلمام يوحو لي ككوان قرآن كان وحا اللي قريب بولي يسيقو النبي وكسو الدقاء يوشوغو سيقو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وشوغو أيا اللي قرأ وحتى الرعد بولي القرآن كان ما دام يسقوا شوق الله قري مر قر الله يسكم خلافين بولي تاسوا آيات كم دي ماها هي كاسوا جس قرآن ككتير يا ماها ولقى الله يسكم قبم بولي أدي أنت كلا بولي ما يدي عن تاني عيسى مركو شوقين الله حبل ما قري واختي الدم بنا ما يشور توبين الله قرا بقلال سنة كدي باقار كود لغري أنا جيش أما بايبل إسكنا فرتاه كوا وهو الرياء الشيطان تضبعت سنة كذب ولي بكوا وحلا في ليني وظلمين أنا هاو وح ما أنت يا لما هاو وح البايبل كده ما أنت سكدر فيرش نسكي صورنا سكدر ما هبا إلين وح وقتي ونبي جالس يشوفه لقري تاسي وحي كان تقول يا نجو إن أنك ببحن مسألة دوران سطن وآيات كتاب كم دي ما ها آيات كتاب كم ده وقيب دين تكمل مذا بروتستانية كاثوليك محاول حياة تدبا الصورة دا ما تدبا جيس بي دي دين بروتستان وإليين تدبا دا سيكو مجرو بايبل كا كاتوليك واسادح يا تدباتا بايبل كا بروتستان كنا والليحي الليحدا تدبا كم دا بي لين يقو كما بام دا ها كتاب
لحي لحي كيما هضرنا لا سكو هايستا لا يا دا سوا كمد كما مد حتى انا كجرت قولبا متاغن تاي وحلي كاسي وا شيء ديمها دريدا يا لا اني هلين بوليو اه ان شيء مرجعي سي الرسمي قاها بالتفسير كي سي شرحي سو هدا بيا ان انا مرنا بالو من وقتي عدي وكسو دكتي اي وحقو اي نوليد ان لو قراي قران كو هلي بولي وحكى لا يري وحا وهلي لغدي وكسو دغينا وحي بويرا وي نوش افكي وكسو دغي قران كو اف نول بولي او الا حدا دوني دد كميدي سيدي او هادليان بولي اف عربو كسو دغي مشكله ده هيستا دي انت كلا وحا كميدي بولي وحا لا لا يهي افكي نبي غاسي بو كو هادليا ما كتبتاسي كسو دغتان لبا هيسنين او وحا لا يدا عهدي غاسي صدخ ده لغه اي شيغان هدي اللغه العبريه القديمه جوش لانجويجكا تي هوري ما هتان عصبه امكا لاستعماله اما اللغه الاراميه اما اللغه دي غريكي هوري او اها با يدهدان وخيابي كتبتي اوغو هوريسه نوعان كو سابسنا وخي كو قورته دونيده قف كو هادلا ما نولا با يدهده وخا اخري كرنا وخن با جوغا با يدهدان حفنا اما ان غعان لوغو تيرين كرو علمادان يدهدان اثارتي وخبي بختيارو ميلها جامعاده اي وخا جوغا تاسي وخي ابورتي بو لي ما دام الدين تتن لغده دي بل نوليهي oo daday ku hadlayaan oo soo taagan tahay waxan meesha ku qoran wuxuu noqday buulay wax la fahmi karo waadixa laakiin diimaha kale wuxuu bay noqotay buulay waa tarjuma midba midbu kasi tarjumay midba midbu kasi tarjumay tarjumadana waxa la yaqaanaa inay tahay waxyaabo ugu badan ee taxriifka badiya inuu macnuhu isbedelo sentenskan sidaad adigu u fasirtay u tarjumtay hadhow marka mid kale kasi tarjumo ee luga afraad oo kale lagu sii tarjumo macnuhu buu isbedelayaa ki asalkaaba uu ka fogaanayaa waxaa la yaqaanaa luqadku inaanay erayada wada wadaagin waxaa la yaqaanaa luqadku erayada inaanay wada isticmaalin isku si qura midalan waxaa laga yaabaa luqadii cibriga qadiimka ahaa ibni waxaa loogu isticmaali jiray wiilka la dhalo iyo luqadka casriga sida loo isticmaalo inay kala noocahay saadaraaddeed baa tarjumadii markay tiro badatay buu leeyahay waxaa tiro batay taxriifkii iyo tawiilkii iyo sharxii iyo sidii waxa kan loo fahmay iyo wixii la dhexgelinayo waxaasina way tiro bateen buu leeyahay oo diimaha kale dhibtaasi way haysataa buu leeyahay marka la isku wada daro waxa diin dunida taale kale laakiin buu leeyahay islaamku kaana uu ka nabadgalayo weli dad baa af carabiga sidiisi ugu sii hadla laakiin gaalay imikay ku dadaalaysaa in kuwaana laga masaxo oo caami iyo waxaan la garanayn lagu hadlo ama la yidhaha luqal caami iyo waxa la qoro iyo wax la nooca waa falsafa un diintani say u dhibato waxa taa raacda buu yidhi islaamka buu leeyahay kitaabkiisaasi marna kama bixin buu leeyahay gacanta shacabka oo dhan iyo quluubtooda min cahdigii saxaabada laga bilaabo ilaa maanta qur-aanku quluubta dadku ku jira waa la xifdisan yahay marnaba lama waayin milyan qof oo korka ka haya iyadoon kitaabba la gaadhin dad korka ka haya marnaba lama waayin inuu kitaab qarsoomo daaye musxafna sidii buu u yaallaa un laakiin wuxuu leeyahay annaga waxa dhacday buu leeyahy matalan christianity oo kale kun sannadood buu maxbuus ahaa bible protestantku muxuu sameeyey waxaa maqashaan catholic iyo protestant matalan luther king iyo calvin labadan inay protestantka soo sameeyey maxay sameeyeen waxay sameeyeen ugu weyni waa dhowr shay kow waxay yidhaahdeen kitaabkan wadaadka quri kiniisada ku haystaa laga saaro dadka ha loo ogolaado inuu akhriyo niiqiya waqtigii la gaadhay go-aankii ahaa 300 iyo waxoogaagii ahaa inuu ciise inay ilaah yahay iyo alqaniimi thalaata iyo waxaasi xukumkii ahaa trinity-ga markay qaateen go-aankaa markii la qaatay ayaa waxaa kaloo xukumka la socday in dadka kitaabka laga qaado ilan waxaan caqiidaan jirin baa dadka laga dhaadhicinayaa deeta waxaa lagu qasbay kitaabka inta la ururiyo waxay dadku haystaana kitaab oo dhan in la gubo wadaadka boobka oo quri inuu hayo isagu inuu leeyahay kalimatu samaa isaga afka alla ku hadla bay leeyihin wixii wadaadkaasi diinta ka sheegun baa diina laakiin dadka kale ma oga diinta waxuu ka sheegayo protestantku fikradda koowaad uu keenay waxay ahayd kitaabka in wadaadka laga qaado dadka wuu sinaado iyo in ciddii doontaaba ay sharxi karto markaasi qofba wuxuu ka fahmo ninkan keligii kitaabka haysta inaanu dhicin idan wuxuu leeyahay mudduu soo maray kitaabka iyagoo qolo qudhe ay haysatay de haddii nin qudha loo dhiibana wuxuu doonana uu ka bedeli karaa wuxuu doonana uu ku dari karaa laakiin inaga dee dunidu isma raaci karto waxaa qur-aan dadku laabta ku wada haysto meel heshiis intee lagu gaadhi kara xataa la yidhaahdo badhna waa la tuurayaa badhna waa caynka waa sababta culammadu u yidhaahdaan tawaatur buu ku soo arooro kama suurtagal ahayn
مرنا بل الدورين كرام وحلا قبل الدالي كرام وحي دادان ديمها كالي ويفافين وحلا قيابة ديمها قاركو دينان اسلام كود داد ان قلنين اي قلين وكتر ربا تعينكا لكن بولاي وحي اسكوا فقصين مجر توايا اصل كيبا للاي اسلام قال لكن الهي ما وحب الله قاضين وروريو وانان مرنا بل من ولذلك ما نبي عليه الصلاة والسلام حديثك إمام البيهقي ورنا يا الحافظ العلائي إمام أحمد ابن الوزير نأي تصحيحنا يا وكنت المامي يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة ينفون عنه التحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين أما سو نبي الشيخ عليه الصلاة والسلام حديثك لا يصنع لمد وحكا وروريان لا تجتمع أمتي على ضلالة أما حديثك أبو داود ورنا يا حاكم يذهبنا يتصحيحنا إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد يعني حديث كشيء بقول كيس النضاد باين وقال سبحانه وتعالى ضد كانوا صو صار أيه عد دين توضوع عصبانه سو فهم كيو عصبانه سو أنا مرنا بلومي كرين أما إنه كتاب كان يسونا هني أول ليان أو قوة وحقل ضئي قوة بين أبورك هي وحاصلنا لجسوا عيو إذن واحد شرطة مسألة بين الله نورانسة سيدي وحي يقول النبي محمد وقصه الدقية عليه الصلاة والسلام بقية الله وحبك مالو مني وإلى أديان تكلا أردن أما التحريف قلي أما التبديل قلي أما بردلومين أما أفكو قرامان عدكو هذا الشاكرين أما واحد صورنا ما يصامرين تاسوح لنا واشيكو واد نمعكو واد إله لغم هذيو وشيغي سينو يالو كتاب القرآن يالو حديث النبي عليه الصلاة والسلام نو ياله وإسنا إلهي ودوري وصاري دد كدورة دد كالبين أبورت كي يوحي شيئا نردن كاسي وقضب كوات ما دام كاسي وإلى شيء يهي وهو يهي كي منهج كي صو صاري جيل كي هوري وحين لأن مركة لنا والا صو صاري كراوحي نوبا هنهي كان إني نسيد دبا وغن نقونه وأن وحكستو إسلام أن ربنا إن نكغرنا إن نندقا كدتك إيجين إسلام هو حكيجة دي مبادئ ذاك لوحين لنا هي وحيا لا أصوشي سي وقف كستو حق الدون يا دت كورنا ما هتاك خلافان أنت تكون نقطه أدوح حق أسوه اللي كرتو سيد ردد وحك وهذا ينوب بهني وحويا إن نوصوش أنو نقطنا أو مولدان ودقة شرنية غيرها يجسان يلي شرية وحكر واحد دونا غيرها يلي شرية وحن باتر يالما كو يالا لبادتان ها وخلاص وعلى قادنا يا كو مي يالو ووحي دن بيت داتكو كان كينانون على سكاكتا قوية ويا إلهي باكو بلان قادنا نولو من سببتو واحد تي سببك لينو شيئي كرنا ديمه هوري مرك النبي الله صوت ديري دين تا داتكو اي تحريفيانا اي قلدان إلهي النبي كلوكا سوى دبت ديري چرو صحا واحد داتكو قلدان وداتك توحيد كدي بكو سوء عليا لكن كان إلهي وحي للنبي دم صدر ما عليه الصلاة والسلام سجن كوتشي محمد باوضا بين النبي إلا قيام الساعة سجن با دين تيسو تشوغيسا مر هذا النبي دم باوح صح يا إيمانا إنن وإلا إلى لي هذا النبي كان وحي ليمي سيعنو الله من دبتنا إلهي باوحي لأنا بلن قاضي مر كاينا نو أصل كل من لكن النبي دم بالله صدر يا مجره إذا النبي سجن ما إنن محين سجننا وحين سجننا إنن أصل كاس إنو حيشنا مركا مر هذا النبي هلا إنكم صح يودن به وين أنا أصل كل من وين أنا ورد ضد كل دقة يسوى بدعة حسن يو بدعة كان يو حاصل لنا تضافته وين أنا أصل كل مرة بكال من أحد حجسا الكتاب والسنة وحي شيء غي وين يلا شيء قال بعد أن تلمام يا وحي يا هاي صحابة وحصل صار النبي عليه الصلاة والسلام أعظم شخصية أما سيد ولد وآدم آدم بوحر دالي كي سيد كواها أيا الله سبحانه وتعالى صادري ومحمد عليه الصلاة والسلام أن نقضي عدي الربين يي إيه بربارين يي جيل كان عصب نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقيري يودي إلهي بانا أفصدي مدانا الله وطلق علينا النولاد لكن وحن أقنى هاي دين تتنينا إنا إنا إبما تاقيري دي سكو حدنين
ee ilaahay ugu talagalay ilaa qiyaami saaca inay joogto. Waxa alle markaasi inoo dhowray wixii dhaqan iyo talo iyo aqoon iyo cilmi iyo waxyiba uu ka tegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, oo axaadiis leh oo siiradiisii iyo dhaqankiisii leh. Ma jiro taariikhda bini aadamka qof noloshiisii wax looga qoray sida nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax looga qoray. Yacnii wax kale day musqusha sidii u geli jiray ama musqul u fadhiisan jiray ama haweenkiisa ugu galboon jiray ama raashin u cuni jiray, bal ee waxaa laga yaabaa in la heli karo xataa meeluhu ku kaajay. Yacnii qof taariikhdiisa wax qarsooni aanay ku jirin, ee wax kasta uu qabtay habeen iyo maalin iyo waaberiya iyo wakhti kastaba dagaal galay, madax noqday, madaxweyne noqday, la eryaday isagoo hijrooday, nooc kastoo nolosha ka midana soo maray, ibtilaa-aadka nolosha oo dhan ka qayb galay, meel lagaga xoog batay joogay, meel lagu garaacayay joogay, meel ku xoog batay joogay, dagaal galay, la jebiyey, wax jebiyey, madax noqday, yuhuud la dhaqmay, kristan la dhaqmay, mushrik la dhaqmay, mu'min la dhaqmay, intaba maamulay, waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Waa noloshiisu waa nolol aada u khasba, aada u buuxda. Qofka raba inuu daraaseeyo ama wax ka ogaado ama wax ka barto ama wax kaga daydo, hadduu caamigee la raacan yahay oon waxba garanayn, iyo hadduu khabiirka dunida ugu khabiirsan yahay, uu arday ka noqon karo. Nolol qof waliba arday ka noqon karo, oo nooc walba u taalla, politically, economically, socially, diin, wax kasta oo bini aadam uu baxfin karo laga heli karo, oo qoraal oo aan lumin baa iyana taalla. Nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam noloshiisii oo dhan oo qoraal ah oo aan waxba ka lumin ayaa iyana taalla. Idan geeriduu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam shardi uma ahayn in markuu nebigu geeriyoodo diintan la waayay, bale waxaan leenahay waxaa jiraba dee mujtamacyo isaga ka dambeeyey, maalan mujtamaci taabiciin aw jiili taabiciin, jiilkii saxaabadu ay tarbiyeysee taabiciinta ahaa, waxaa la yaqaanaa taariikhda waxay ku leeyihiin iyagoon haddana nebiga arag calayhi salaatu wasalaam iyo noocay ahaaye, maadaama jiilu taabiciin ba cidi soo saartay, waxaa suurtagal ah in mar kale lasoo saari karo. Waxaan leenahay marka usuushaynu ku dayan lahayn way taallaa, ee qur-aana, ee xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam, ee siiradii iyo dhaqankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam, waxaasoo dhammi way yaalay iyo aan waxba ka qaldamin. Waxaynu u baahannay marka asalkaasi ah inaynu boodhka ka hufno oo wax allaaliya wixii kale dadku ay ku dareen inaynu ka saarno oo asalkoo saxa u noqonno waa mid. Waxaynu kaloo u baahannay dadkan wax tarbiyeynaya inay isku dayaan inay mathalaan ama inay tamathulaan ama inay la yimaadaan sifaatkuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam. Waynu leenahay waa sifaatka looga baahan yahay murabbiga saxa ah, qofka la rabo inuu jiil tarbiyeeyo, inuu dad soo saaro. Sifaat baa jira muhima in la helo. Marka ugu horeysa waynu garayna waxaan tarbiyada la yidhaahdo in mabda' meel yaalla in dad lagu kobciya, wax fudud maaha. Dadku waxay iska moodayaan mar haddii manaahijta la sameeyey in kanna la samayn karo, wax fudud maaha. Saxwada islaamiga maanta joogtaana dhan dadaal badan bay ka muujisay. Yacni waxay culammadu in badan sheegaan, waxay dhahdaan atasfiya wa tarbiya haddii la helo in lasoo celin karo, laakiin waxaan odhan karnaa xagga tasfiyada ama in la saafi yeelo dadaal badan bay ka muujisay, oo ah in islaamka la badhax tiro, waxa kale laga saaro, islaam qura lasoo reebo, dadaal badan baa loo muujiyey. Laakiin ka kale weli raggiisii ma helin siday aniga igu muuqato. Weli waxaynu u baahannahay tarbiyada waxaa loo yaqaanaa, waxaynu odhan karnaa waa mawhiba ilaahay bixiyo subxaana wa tacaala, waxaynu kaloo odhan karnaa waa cilmi
نظريات لولا دراسية وحين كلا أوران كرنا وفن لتطبيقية إكسبيرمنت سلو أبا هان لتطبيقي كرا أنت بوي يعني هو موهبة وضدك إلى هاي مصي من عقلك هي شركة هي انفعالاتك هي دريمديس هي كمصنا إذن ضدك ويؤكل أود بدين إنه قفكني سيدا قابك الله ورد سي مربي نمدا يكفي عنانك رامتك له هو موهبة وحين قالوا لنا هو علمي هي خبرات إنسان كو برطو أما كتبها لغا برطو أما تجارب بن آدم كو كلا نحل يبع عن طريق التجربة هلغو برطو وحين قالوا لنا هو فن أباهن إلا طبقه وأباهن أدوات كيسي وصائشي سيقاب كيسي نبي محمد عليه الصلاة والسلام انت بولها إلهي بانسيه سبحانه وتعالى انت با أما وحين أرنكرنا علما للدنيا بوها يألا وغدا قي شخصية داد وين بوها عقلية من تالتي أهان وفا أهان يردقان أهان يردرين أهان يوحي غيسي كسو الدقى يوهاق يستبك استوحا وصمين أيوه يستفكو قلدمو اما ولس يقول لها والله سيكتي كم باك صحصن ادو سيادو باهنتي كاد لا سيكتو ان المراجعه قشيدو دي بسو حسابي سيدو لا يابو مراجعه انا حتى ان لا سيغي كرتو سدا سي الهي سبحانه وتعالى تلاوي كي سهغي لكن وحنا لنا صفات با سكتشرين او باهنين ان دراسين صفات كاسي مثلا قار كم يدو كوبان با تلمام يا ويو ما دام و فني علمي وياهي وعن تعلون إن يدين درسيه إن أون قطان مراجع ديس أصل بمحاضرات واسكا وقت كوابن بعلا واقف في صرف الدا أما قف يد دوين صرف الدا علم بدن لا إسكو مسيا لكن ولا إسبراروشيا قف كونه وحني أما كم مقنايا أنا مو بهني إنه درسيه أي بلا إسكو براروشيا قف كونه سجى مركا كم مشا مثلا وحن تعلى مركا مربى صفات كيس قار كم يدونين إنه يكون براروشيا صفة الكوادا إنه بحنا وحن لنا وحويانا العلو كرين عدة وح تربيين إيسا عدة أي تربيين إيسو وإن أي ككرين إيسا محن وجهيدا كرين تو وحي نيع كرتين إيتا كرين روحية مد عقلية مد أخلاقية مد نف أهانة مد شد أهانة مد ولي بوي نيع كرتا لكن لما دقف هديك على كرين waxaa fudud muhiimada talaqiga inay wax kala qaadan karaan inay wax kala qaadan karaan ayaa fudud hatta hada dareemisho qofku xoog ahaan inuu ka badan yahay waxa ku dayashada la yiraahdo gabigeed ba waxa keena inaad ciddan aad ku dayanaysaad wax bidayso ciddan wax bidaysana waa cid ka sarreysa midalan inanka yara maanta dhaforrada xir xirta suuqa معناه دو حويان كون وتي في كار كده فرضة حير حير تيه سا ما عين كم بوها استا أيال يقول وين نجوم واستارس واحد دقة ده حد دقة ناد نقطة دون بسلي وحنا ده فرضة وحير حير تيه that's why يعني نفسيا بود درينسين يين قلا ده نمال سرة شوكته مركا وحنا بسلي يون هالك سرة ناد قادي دتكو مركا وحي وحك لقادن أجين وأنا كهوس يا أما كان وحلا كل ما يوينو الدريمة عدا كلاينة كسر رئيسه ولذلك بني مكة قال الفلسفة دان مركا يفهمين أي داد خصيصين وحي كاقر دقين بالي روان نجوم استارس بالي دا واستاركو بدا استارادو دا واحد دقو حدكتونا دا وطاسا مادا كل عالانا عدار كيسو لما وران وادر إيه وقيدة إيه وعين وحلو قلوا استارس وحتى مصطلحة وكدن بي ترمينولة تقال استعمالي وكدن بيين لقو قميستو مركا وقفا وحبا هين استار لقا قر دقو دا دادكو استار كاسي ودر رادين إيه سي استارو نقن كاري لهاي إذن وحا جرتا وحا لا يدادو مثلا حديث أبو الركانة إنتي أن إن وحا لغو شرطة مالا ممنوعين با نمبا جريك وعام بحي لك دينتا يحوق يفعره سبيضي دباتنا سوارد وطو النبي قويم عليه الصلاة والسلام يا صحابة لصعته والله لها اللو حدي إلي لك دمع يا إلي لك دمع نبي قاو بحي عليه الصلاة والسلام وحا الله دكتا النف يا النف وانت يعني شو دقي النصوص ده ممنوع عيسى مسألة ده تاني
يمكن أن نافي نافع عدك ولا دقيقة طعم أبنا أنا دميتنا مركي اللي لك دمي بقى الله يسقلي نهو حسب ذا يا دينا عيد حباب كان كقصر ريني دميتنا النبي عليه الصلاة والسلام نور كوردقة ويو أهان ويدي وحيدي هلا يقع لي نافع كلان دقنا يا بقى اللي يقع لي كين لباد بور دكتاي دميتنا مركي اللي يسقلي بقى دول كلا دقنا ويو أهان ويدي وحيدي مرسد حد هلا يقع لي نفس الدحاض بودكت والله يقول علي يا دبتنا والله اسكالة كيس الدحاض ما مركي الله اسكالة يقول خالة دقة نيك انتو على علي ويسكتو وكو فكرة يا مركي اسلانتي وحكو لها اللي دونا بل محاني ده ده بوري صدح ده النف من دواعة عمتان ورون دونا من نوو بحصة ديك الدحاض معاكو شاقة بوري يعني وحكو فكرة يا اسلانتي صدح ما إلا النف بالاقاها لا يوحو شاقة دونا بيدي بحسي ما نوران مدنا النف بهالباع علي مرقى سيدنا أبو كويل عليه الصلاة والسلام أن وعسوك أدري ما إنه إنه كل جدنا يحالها حالها قصق هذا بالي نيك هو السلام يبي لين على من يعني وحد دري ما يمحي حتى جرهان تن للجدين اللي جو حق بديه مضعف دري ما يين لقى كرهي وحنو قد شيء ده مسألة تن ما لا وحيو باهن تين أن شرح الحقائق كبحية مثلا علمه مركو يري علمه مركو يري عند وهو الرئيس وغرغ كو اركي وا وين هديه غور وابه يي هويدي علمه مركا ابه يي هويدي و هو اركا وها او وين لو ديدين يي علم يرى عرورته و هو ايميتيشن كو سمي و هو ايميتيت كلي و هو اسكا ييل ييلا ابه سيدو ويغي اما و هو سميو حدا ينمت و خا لغيبا درع هويدي اني غشتو و خا اني سمس و هو هويدي علمه و خا لغيبا و كونتن شادو ايبيي شار كاغو ميليا لما كو اركبينو اسكا غشاي سو كو هوشار هوشار لينا دركتو يعني ادا وحوينو اه مركا و خو دونايي انو كويميتيت كرايو اسو كاي كايسي و خاطر اهدبا هرو قادنيا انت بدن لكن مركا و كورو سن المراهقه و غادو دوري 12 جيركا مركو غادو ايا ابيال بدن ما هويوين بدن اي كو فشلانه واخ تربيهيا ويا المو مركا كان وحس بدينو نين نقضي اما اني غبر نقضي صوره دي مسخديس كو جيرتي ابا هي هويدو لهاينه وي سو يراته اول وحاد وين بادو لموقتي لكن امك اسغا وحسو اه اسغا وحس بيداي ادنا ارقتدادي وكا قبي وي سو يراته مركاس با وخا بلاابما مورنك كو دوري 18 نقضو وخو بلاابا انو اوداي اما اسلام واخ كاستو يدهدان با أسود السيدة معها معن كنا ما محل أبو غيسوانو سعيد وحات كاتبة إنه وحق بلو هدي أنا يا أباه يهويدو يقولوا كتلة قلنا نسي القرآن وعلمها كنا أنا أقياس الدونين سنجا كنا وجاد يسيد ولا نقم لهاين هذا نسي برنين وجابها وجب بدن أولد كوقف شلة تربية عروت وأمرك وجب بدن هدي قرنا وحنا سارا وأمرك إنه دانو سوقي ببر أنت جورج خوتشوا ويسكلا ده جورج أقول ما هي هذا يا هذا يا أبنا يعني واحد سكر ولا فلسفة كلوعة سيدي وحكاية قادني إيه بس بده شيء ولذلك هديل الربا مركاين بلشل التربية إيوه جماعين التربية إيوه مساجدين التربية إيوه إن ضد التربية إيوه وما دوا حيو بعهنت مركا قيادة يزعامة يهجان يددا يو أركتو إنه يوينه يوحكاية ضيطه وما دوا هدي ويدا مركا ضد وآه ضد كي وحكاية ديني شيء ويكلون تا تربية دو مركا يعني بلشد وي بابا دا مرك مثال كلام نسيه مثال هذا نشلي تلمام إنه يقال نينكو مركو سومالي يجوجي وريرك قودين يي وسقو إلهي وقرآن كل يا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا قوام هذا وحيا ما إنه كلها وحل وقت المامين يتهاي تفضيل كبشر إن مدى إن إلهي وجنس جنسي إيوه إن إنه ريرك بيلين شرني markii soo shiyaal la qaatay aad waxba biilin kari weyday aadiga islaanta subax walba iska soo hortoosteen ee daaqad qoda lacag ka wada qaadateen islaanta xiskeedi waxa ku yaraaday odaygu qiimuhu lahaa odaygiba soo yaraaday dabeetana wuxuu noqon kari waayay xadkii wax laga aqbalay adaa yaraaday markaasoo waxa ka lumay mumayasaadkii ahaa awalina ad a'la haydo danni shaqo ku maqan oo soo xojiyo lacag keeno waa karo marka taladaadana in la dhageysto wax lagaala kulma way fududay laakiin marka la dareemo nooc min sinaan inay meeshaysa soo gaadhay
وأدقي أتصاق عبطي وحي نقوني سعين سيدا وحلقا أقبل أنا فضغاني تسألك الآن بحيو مثلا اسكول لدي واقي الصومالي هراء معلمين تو أرضا دا سيفي عم بيو تربيين شرتي وحي أي قرن أيان أرضا يقول معلم كو كدب بين شري ويا أنت أقول بدل لو حنا هان شري معلم كنين وين ودا يا عقل يا علمي با أرضا كان داما معلمين تي هراء ما يهين وح جامعات كصوب حيبين أنا كشري بالغيابة لكن وحي لهاين صفات شخصية ضد نمو يعني كوا وين يعني عرطنا وحولي غيان iyo qofnimada marka ardaygu qof weyn buu haystay marka ay bilaabmeen BBD iyo National Service kiyo waxyaabahi kale waxa iskuulkiisu ugu yimay laba qof oo aan daada wax badan ba kala weynayn aqoonta wax badan bay sadaamin fawda iska bilaabantay dugsigi waya ardaygii baa waxa agtiisa ka lumay weynidu macallinku lahayd oo dhan baa luntay marka xataa haduu cilmi dheer iyo kan yar cilmi badan garanayo wax badan inay ka dhageysan bay u badantay waayo waxaan u arkay in macallinkii weynay wax laga dhageysan jiray inuu yahay waxa lumay marka weynidii u dareemayo qofka kariin uu qofkan uu ka weynaa baa luntay walidalik baa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya reer banu israa'iil waa kuwii nebiga intay u yimaadeen ku yidhi waxaan rabnaa inaanu jihaatanno wax iska dhicinno waa kane madaxana loo sameeyo دبتنا قرآن بس يدقى إلهي إليه إن الله قد بعث لكم طالوتا ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه بيدا قيادية زعامه ومو سو مضح نقول نقول كرا بيدا دنا نقول نقول كم مضن إن مضح نقول نقول وهي قيمين تأيه وككل سريين با محايا حي وحيدا ولم يؤت سعة من المال lama siin bay yidhaahdeen maxay xoolo ma leh yacni bulshadatan baa miqyaaskeedu wuxuu ahaa sida loo kala xoolo badan yahay in dadku u kala dambeeyo ninka xoolaha badan leh in dadku u wada hoggaansanaan oo laga dambeeyo marka iyagu waxay moodayeen de haddii madaxweynaha si atleast inuu noqdo ninka madaxda ahay ninka meesha ugu taajirsanaba ugu xoolaha badan leh ilaahay markaa miqyaas kalu siiyo ah inay sifatulculuwigu ku jirto oo aan kan ahayn ilaahay baa wuxuu ku yidhi in allah qaala in allah astafaa إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء وارغوه الرين بالي إلهي بعد دورتي إذا دور شيء إلهي ماشى هدا يتم وين الدرين تا دي أدو واحد وحكو دورين سيعد كسر ريسات دورتين يشرته وامر لباد با إلهي سبحانه وتعالى تاسوا شيء كوباد إلهي شيء إلهي بعد دورتي مرضو الله دورتي وين دو كان سنة تاوية كي لباد الله شيء وحل يدي أقون iyo xoogna uu leeyahay dagaal baa u socotaan dagaalkii waagaasina wuxuu u baahnaa dee nin geesi oo dhisan oo waranka iyo seftiis iyo wixiis oo dhan sita taana isagaa mudan baa la yidhi aqoonna wuu wadaa baa la yidhi waxaan leenahay marka saxaabadu maxay u noqotay dadka muuqda dadka kale maxaa jiilu saxaaba uu usoo noqon waayey aragtidayda waxaan filayaa shayga koowaad inuu yahay intuu nebi maxamed dadka ka weynaa calayhi salaatu wasalaam baan lahayn qof dadka ka weyn taasi waxay fudaydisay sida iyagu wax ugala kulmayeen ayaan qof kastoo murabbiya wax loogala kulmi karin yacni manhaju talaqiga u dhexeeyey bayna asaxaaba ridwaan ullaahi calayhim wa bayna rasuuli illaahi sala allahu calayh waalih wasalam ayaanu noqonay ninka u dhexaynaya bayna murabbi kasta oo kale oo la keenay iyo ardaygiisa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaynu ku naqaanaa sifaatka siirada ama axaadiista ku soo aroore la tilmaamayo inuu ahaa sayidu waladu aadam suu isba sheegayo inuu ahaa dadka qofkii uu ammaano badnaa oo xad uu joogay gaalku isagoo la dagaalamayo xoolaha u dhiiban jiray weli miyaad aragtay qof cadowgiisa wax u dhiibta oo ammaano u dhiibta nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ammaanada say ugu dhiibanay waa kuwa culamaa siira tilmaama xataa markuu baxsaday hijrooday nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka baxsaday gaalada dilkeedii inuu cali kaga sii tegay maka uu sii dhiibay ammaanooyinkii dadku ay lahaayeen wuxuu ahaa qof xataa intaan waxyigu kusoo degin caqli la bidayay oo qurayshi marka isqabsatay xajarul aswadka reerkee sharaftiisa helayo meesha saaraya waa kuu ogolaaday inuu isagu xakam u noqdo wuxuu ahaa cadaalad cid ku mudan oo xad
يهودي قو يرادة محمد بعد عدالة ثمينية ينوغي مركي عيد كلا يسخبطان وحوها صادق اللهجة وحوها قيسي مركي قوب دقال نقطو علي يا صحابتي وويني دي دقال يهنة دا هاي الهايين إساقا أنو كوغا بنشرني أما سأنس بن مالك وتلمامي حديثك صحيح مسلم كي بخاري وكسارو ري إن رير مدينة انتي هبين عضلا مغلية الله أرقاقحي دبيتنا الضدك أي صابحين مركي الضدك صابحين با واحد نقهر يمي بولي النبي عليه الصلاة والسلام وحقي عدك كيمي وفرس اللي يدعى وأبي طلحة فرس ولا هاي اللي يدعى انتو فولي ماشي قبطي وكسار نغضي ولي اللي بمتشر تيسك تشوغا يعني سيقا وقوه الريني حتى مركي مشاكل كون دعوه أما الدفتو دعوه غزوة حنين وكلا مركي اللي ياعي ويسيقو كو تلمامي أنا أه إن عبد المطلب وأنا أه نبي الله صادران قوبت كدغاقي جيسي لقدم بيوها جيسي نمو وحبحين مركا إن قطوحوها أجود من الريح المرسلة قف أن ولقي وحلا ويدي ما يأورن نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحلا ويدي ستي ولقي ما يمو أورن وحوها قف دلقادي مركا إن قطو دلقاد له ولذلك با حديثك صحيح واكت المامي من تقم لنفسه أبدا ولقي وحي ساق الله يالي أو ساق الشخصية دي صلى يالي كما أرقود النبي عليه الصلاة والسلام وحي قالت دي شيء إيه العلادي إيه الإريدي إيه مكالا قصاري وحك استل يسكد دي إيه الله ردك على مي ولقي نب لوغ يستي كمو أرقود إيه وحي الله لي وحي ساق لوغ يستي وعفي وحوها النبي عليه الصلاة والسلام مد نحرس بدا إلا أنس بن مالك ولي ولقي وحن سميي مو أران محاضو سميسا وينك يرى يوشقيني أيا وحلي ولقي وحن سميي مو أران محاضو سميسا وحن كتقين مو أران محاضو قطقت ولقي بولي نبي عليه الصلاة والسلام الميرا عرور يهو ترق عن مصاري وف بمدلين إذن وحوها شخصية في كل شيء قمة تاغن وحن لان وحو لها صفة العلو مركه فان علو ان مدى الله سبحانه وتعالى كما ورمينا وحين كورمينا بشرك انت وكلا سريك وحو لها صفة سيئين ككر ريي صحابة تاسي وحي فضيدي سي مركا إن صحابة صفة ضد وحو قد جيسا كرت إذن هدي الله الربو قف مربية أو نبأ أو سيوة ناكسان وحو تربيين وإنو يشا صفة سيئين ددك وحديري هدي يقور تربية وحي فاشيسا أبناء سحوة وفيرسو مالنتا إسكبال لكادان دالي يردون بامورن كودو بطا كتاب كودان الله ما دعوه دو دون استاكتا لكن انتا الشيخ ليين اي كدام بيانا وحكا ديگانا يا وحكا ديگيسان ايان واحا ما صد ميدان واد دعوه ميدان وحبا صعدا وايا واحا شراع دا يدريم ايان انو واحد داما او لغا قادان ايان لكن مالنتا اي هديا قوريسا سوكبال لكادان اما إسكتاب لكادان ايون بايا قو دقا استلق لانا مورن كودو بطا يو عنكن اذا نولاشو كما مارتا لايدا القيادة والزعامة نولاشو هداي تربية تهي مربقو كما مارما انو ددك وحديري هاي هدي الله الربط تربية دو إنه فضوضاته وعده إنه حشيك إنه إنه وحديرانه وإنه دو حقيقة أديرت إذا بحي لنا كل الداعية ربا إنه دات تربية إيه ربا إنه وحشيك وار وحدتك يكون وجوك سدان وين أدلاغي وحدتك يكون وجوك سدان عبادات أديرت هنغط أخلاق يردقن أديرت هنغط علم أديرت هنغط دول قادية ويلم أديرت هنغط أركتفوغ أدتك أديرت هنغط أقون هنغط وحدك وكو جوك سدا وين أدلهاتا هذا ضدك الله سيمنتيد وحا أتكان يسسد ضدك وحكا غلا كل ما وحلا أنا مركا ووحا كواد أن أورنا إنه جيل الصحابة دوني الدبل أبو أرك ما يعد لمدة جيل الصحابة عد لمدة دوني الدبل أبو أرك ما يعد ويعد الرب يسيبان دوني الدبل صان غنين لكن وحلا أنا وحا لا أرك كراه أجيال كل دو دين تين تين لجر ربي فلسي ودولة إسلامية ضد مسلمة هي ضد آخرة قوليسن كرا نقل كرا هي اللي هلي كرا وإلهي سبحانه وتعالى وطلع قلين لهلا كاس وصفة كوادا عن تلمامي صفة الله بعد عن تلمامي وحي تهي إن والله أركا إن أدو حدير تيدتك لكن وحاد ديرتي سيفي عن هدادي انا وجود بن كاري ويدر دفتي ذي لاب وحاد ديرتي هاي هداد سيقو روح لا وجود بن كاري ويدو ايانا دفتي ذي لاب تاسوا سببت علماء تربية ويدا هدان عالم كستا مربي معها
قفكو علمي بدن بو يشي معناه هيدو ما هينو دد تربيين كرا معناه هيدو وحويانو دد وحباري كرا وحبار الشادة يتربيادونا ولا باشا يوكلفك دادكو سيسكو وحيون بي مودا عالم كستا أما علمي بو كليجي ما أها وحيابها تربية ذا كان لكن وأشياء ذا هو وين بكمل وحبوب هنا يمرك إن طريقة ذا أدو حق بيني سو أدتك أدو قرسيني سو وحى إنه لربنا الكتاب والسنة إن النقطة طريقة ذاك سو شيء ليس أم سو دوينيس ولذلك ما إلهي سبحانه وتعالى نبي قوحوت المامية ولو كنت فضاً غليظ الغلب لم فضوا من حولك إلهي ما أقوله ولو كنت فضاً غليظ الغلب هذا هان لهيت مد بعددك وقلبي قلفسن دتك ويكايا علهي ولو حقنا شيء هذا هو حق شيء يا هذا لكن ككنت هاي وأدكت هاي سو دتك حقك أجد جيس وحقوبة هي مركزي إن الحق أقدمته صورة ترغب المتلقي في أن يتلقي صورة شعليسين سقفك وحلق الميين وحكالك الماء وإن ندوب قد بين صورة تنفيرين سوء إريسة محاكيني كركن ما هذا المعاني ده ماها تطبوح يسيل هذا الملاسير وقبقبوه هذا شو هذا المعاني ماها ماشا وحلوه بهي وحلوه بهي الحب في الله وحلوه بهي قفك كان ينددك إلهي درتي وشعلي وحلوه بهي قفك كان ينددك خير كان لشعلي وحلوه بهي والضمان الأول كان الحب إنه قفك وشعلي يددك إنه النار كبد باديه هذه قضية ده لو تيددك حجدك وانت النار تنقى ورطيك ولا يدك جليس أنا يتهي يعني أنا واحد بدك هذا جيسان بالغي هذا لكن هدو قفك إنه دريم يعني هذا وقع عبسان يسوي إنه النار تعقله وهو إحنا النار تقوى آخر نساء يتهي تعالى الله تعيش أي ورا هكود عينك كالي سيد النبي قولها عليه الصلاة والسلام أن دتك إن كنت كان هيا أبو النبي قولها يقولوا واسكس القرية يعني هو النبي واسكس وراء إلا حد إنه أدى دال يدى دال كيسو إنه يين أدتك قنتك هيا سيانا يدبك وقود عين إيانا يسكسي دادنا يا ولذلك ما إلهي سبحانه وتعالى النبي صفاتك وقوة وين اللي قصي فيه وحاكم ده لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم مركو إلهي النبي أماني عليه الصلاة والسلام صفاتك وقوة وين إلهي كشي وحاكم ده وحي دين يميبا إلهي إلهي الرسول إذن كايدن كم ده وعزيز عليه ما عنتم وفرسه إلهي وحلي وحا كل بقى وإساقا دي بيسايني مشكلة دي سيوقاق سدودتك وغن حيبا إلهي إلهي لعلك باخع نفسك يعني إلهي با وحلي وحا لغي بين النفط هذا بكوها لكتو دتك إن إيمان لغا واي على أن يؤمنوا بهذا الحق يعني إن دتك إيمان لغا قاعد واي إن أدادوا وبرد بطساد وقد داليس إلهي مركب النبي وخصف إلي عزيز عليه ما عنتم لبتين أي سكر لبيسة إن الدبات إذن سوى قاردو أي قدم قنا يكو إيا حريص عليكم بإلهي إلهي إلهي وحيغن إيا وسوى شدائن إذن إلاليه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم بإلهي إلهي ذاتك المؤمنين تاوحوا إيا هيمت أدمرنا يون حريص بدا تن معنيه دو حويان الضمان الأول للمربي إنه ضدك تربيين يا أي تلاق قسم يا وحن وشيغ يا وحلودك رارعي يا نقطة وحل أقبل يا إنا نقطة واللي قبها هي أبناء الدعوة أما أي شخص مربي هدا دعوة فضان ككالي قرقا يا غير كاقا هدا تربيين سيا المهاو هدو كاد دريم يا إلمه النحاريستا ويدا دو يقليسا لكن هدو كاد دريم يا إنا ضدو كعي البحي سمحي نغرس حتى الماء يقول الدل يا هدود دريمة يا الدل كسبب تهدود دل سعينا يتاي نحريص هذا نحيسه لكن انت هنا بدن محين ود الله توعي البحر مرقو كاعر سي حاجة كبودة حاجة كبودة أيوم بعد ساعات ويرن في استوى بعد نمر كقوله فتا مرقو ساعات النفط كاي يردك تا أمر دمت كويس تا هذا يس عد بربوري كاما يا هين تربية دبا ويا هذا تربية دبا تهاي بدائش هاد مرقو هرب يجلا إذا تعرف عنك اللي روري واحد يجلا هاي يما رون إلا الدلو إن عينك واحد يقول هذا صول التربية وحكا أنفعية لكن هذه مركو قلت كالسمائية واحد لو أردي سايق عن تطهي هذا الدنيا ينا دي النفستي ما هاين
المله تربيين يا اميكا اذا وحنا لنا وحا انه وباهني هداه ربته وحنا انه شيغينا انه نقضه وح لا اقبلي كرو غري هداه تربيينيسو هو انت هذا وين كادر انت هنا تعيش وين كادر انت هنا دارين سو نحرسانس المها وينو كادر يا ما هنا تعيش هذو ارنكو ياي سيدي سومااليدا عليا نبتونا ماها عليا نبتونا ريركو يالان كارميسان وحا ريركو يالان اسانا ودادكو نقونيا marka kal gacaloodiin dhaxay walaalnimo waxaan leenahay marka damaan ila awl keen kara qofka wax qaadanaya inuu wax ka qaato oo tarbiyadadu ay fuli karto oo mid lagu liibana ay noqon karta wuxuu yahay in cidda wax kaala kulmaysa ay dareemayso oo ka dhadhansanayso inaad u naxayso ay ka dhadhansanayso inaad khayrka la jeceshay walidalik ba waxay dhaadaan طبيبكaaga dhaqtarkaaga hadaa u tagto oo marka aad u tagtaba aad waji macbuusnimo iyo jafaaf aad ka dareento soo qalqalabsan oo nin yar aad adag aad u tagto aw ku dhahay maxaa ku haya oo intaan laba arayba oran waraaq yar qoro ku dhahay labada daawo qaado adigoo iska niyadsan oo baad soo baxaysaa xataa haday daawadu tii sax ahay tahay way waxaad rumaysan tahay qofkan inuu ihtimaam badan ba ku siinin oo ku danaynin oo waxaan qorqoray waxba laakiin haddaan waxba ku qoray mid wax badan garanayaba aanu ahayn laakiin uu warka kaa dhagaystay uu haye maxaa kugu dhacay oo aad maanta oo dhan daldalanto wax sheegto isna kulba su'aal ku weydiiyo habeenkii markaad saaxato sidan ma lagu qabta adigoo iska murtaaxul baala oo ma ogi dawadu qorayba waxay tahay wallahi ninkii dhakhtarka maanta la kulmay nin dhakhtar oo aad u fiican ayaan la kulmay waxay u badan tahay wax kasta uu kugula taliyo ama uu kuu qoray inaad markiiba aqbasho waayo dareenka abaad qaadatay inuu qofkani ku danaynayay dareenka ah inuu qofkani ku danaynayay ayaad qaadatay waxaan leenahay qadaayaadka tarbawiga ee maanta abnaa'i saxwa dhexdooda ku liita ama dadka wax tarbiyeynaya ku liita ama aabbayaashiiyo guryaha ku liita waxa weeyaan inuu dareemo cidda mutalaqiga ah cidda wax la kulmaysa inay dareento ina aad danaynayso oo inaad naxariis u hayso walidalik baa ilaahay wuxuu ku tilmaamay aayadda qur-aana fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan galiida alqalbi lanfaduu min xawlik amase ilaahay subxaanah wa tacaala uu tilmaamay xataa fircawn markii lalahaa la hadal lahaa faquulaa lahu qawlan layina fircawn lama lahayn yacnii waa la ogayay inuu fircawn yahay habaarqabar inuu yahay inuu ilaahnimo sheegto ana rabbukum laa calaa lahaa inuu sheegtay rabbinimo iyo ilaahnimo lahaa maa calimtu lakum min ilaahin gayri iyadoo waxaasoo dhan alle ogyay baa la yidhi fircawn muuse u tago waxaad ku tidhaahdaa qawlan layina qawlan layina maaha xaq aha sheegi muuse markii la yidhi yaa rabbigiina wuxuu lahaa ilaahay baa noo rabbi adigu ma tihid rabbi reer banu israa'iil la xore xaqiiqada waa loo sheegay laakiin waxaa la lahaa xaqiiqadan qaabka aad ugu sheegaysa ha noqdo qaab uu dareemayo fircawn inaad ninkan kursigiisa duulnimaad ku ahayn ama dowladnimadiisa dooninin ama waxa kan inaad ka doonina qaab ah inaad khayr la doonayso oo ilaahay caabudo dadka uu dulmiga ka daayo oo isaga tani dani ugu jirto inuu kaa dareensiiyo oo qowlku markuu layinka iyo caynkan yahay sidan baa looga jeeda markaan masaa'ilkan tilmaamayo qadaaya tarbiya yacni macnaheedu ma aha in ilmaha yaroo kale la yidhaahdo wuxuu doonaba ha sameeyo xuba si uu dareemo ama colaad iyuu dareemay taasi waa masalo kale oo yacni aan ahayn qofka in layska sii daayo u baahan in wixiise lagu xadeeyo laakiin wuxuun baan uga jeeday inaan qadiyadda tan tilmaamo inay muhim tahay marka aynu wax gudbinayno inaynu marka hore dadka ka sarrayn karno marka labaadna inay dadkani dareemayaan inaynu u naxayno oo aynu wax u sheegayno sidaa daraaddeed baan waxaan leeyahay jiilu saxaaba dib loo heli maayo waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cid la dareena oo la ixsaasa oo la naxariisaan dib loo soo helin halkuu naxariiska joogay iyo dadka siduu ugu naxayay iyo siduu u danaynayay cid u danaynaysaan la helayn markaa qimadii la gaadhi maayo laakiin jiilashii ka dambeeyey muslimka ahaa iyo dadka muslimiinta ahaa ayaa la samayn karaa haddii dariiqada tan la keeno idan waxyaabaha imtiyaaska keenay baynu leenahay jiilu saxaaba inuu mumtaaz ka noqdo jiilasha kale waxa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ka naxariis badnaa ummadda kale iyo intuu uga danayn badnaa dadka kale waxay yidhaahdaan mufasiriintu
مربين تبانو كذا ما علماء تربية مسألة إن صاش يجنا يقول أنت بدن كو حديدة أو إذا هدنا الاهتمام بالآخرين قف قدت كأنه أنت بدن دنيئة وقدت كأم وتشين الدنيئش يعني وحلا جاي يا بادي قف قرائن بقول قف كبرتو لكن هذا دادي قس كسي كذا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ترى هذا عفته قف ويحيرد دريمي أنا تحيو قد دنيئين لكن هذا سلامته مقعيسة ويدي سؤال هذا شو ويحد دريمي يقف كستابة كأنما تصاحب كي تهي أما تسيقارة ودريمي سو ولذلك واحد هذا قفك بايد هذا عاجس كبضن له أما قفك كسول كا أما قفك عزوف كا بايد هذا هذا يقولون بلشاوغة هنا تشعلين دادك إنو لحديده كما فعنا بايد هذا تربية ويوحا ير بايد هذا الاهتمام بالآخرين وحكو ير دانين تدادك كلاوها يو أيا انت بضن ير بايد هذا فهل لنا مركا اهتمام كير رعاية ضاين صوشيغنا وقال لبا عنصري او ضرير ضرورة او اه وحيا بها تربية الله يقام عنصر صدحات بان سيت المامية وان شعلينا نقصه كوابه ووحا الله يقان المطابعة والتوجيه المستمر تربية علم ما ها انت مالين لدي والله قطقه ايو حبا هيا واخط ربه إلا لازمه نفت بن آدم كوا ويعصم بضنت بن آدم كوا فذ وشي قارة قف ولبوا عالم قارة بن آدم كوا واحد دراسة آدم بضن وباهم وكجد سيني وحيابها كلا أردن وحكلا أردن نلاش نلاياش كلا أردن وكجد سيني وحبوب هي مركزين لصيو توجيه مستمرة يعني المها قاتت الأدم ما أنت عم كوي روح سوي حين يسكده waad hadhow ku disho waani ku sheegay maan maalin bari sheegin war sheegista waa la ilaaba sheegis qudhi wax ma anfacdo waxa loo baahay toojih mustamira in aad la socoto xaaladiisa maalin walba waxa iska bedelay waxa uu kordhay waxa ka dhacay halkuu marayo waa toojih mustamira bay dhahan tarbiyadu walidalik ba quraanka waxa ku badan inuu ilaahay ugu celcelinayo hadalka masail aad u badan baad quraanka arkaysa markasta إله ويني دي سكوى الرمية أبورك عركة يلولك يقوى كان إن بدنك والرمية لقوع العلين أيو التوجيه المستمر وقد يلازم لو بهي انت بدنا تربية وحيا بيدتك وقوف الشيلان وحكم ده وحانا يسكد ديين إنا يدب صعد سمايا وحانو تربيين ينو دب صعد هادي أتلا هذا الدرس بان رو آخر يا وانتهى الأمر داتك وهكالا دريرا مساسا يا لو انتهى الأمر سيدا عيدك من رب بودو النبي عليه الصلاة والسلام صحابة دي سيو التفقود الشري قف والبوح هشتو أغان شري عدو مالي وحكوا يو نسيحين شري وإلالين شري ودبسو عن شري إذن تربية بين لاني ما دام إنسان كو يهي وحادو وعواعسي بضان شيطان كل ما يهي استقامة دونا يكوبا أدكتي بن آدم كو حلا يدادين وحقورا كو توسن هذا وحو دونا بها النغضة بن آدم كو وحا توسني دالا يدادين وكو قلف wax quraaynaad naftaada oo kaliyaad u cidda tarbiyeenaysa daday hadaas raataada wax ku xakamee leenka ayay ka bixin ma toosnaan karto walidalik ba ilaahay hatta ibaadadiisa waxa la ino yeelay meel la yiraahdo waa bottom line oo aan laga gudbi karin iyo in fadfaad oo la yiri ninkii doona korinto doona ha u socdo way waxa loog yahay hadii khad qura la dhigo inaan dadku khadka ku toosnaan karin waxa la yiri salaadaha shaniyad waa minimum halka inaad ka dhacdo lama ogola laakiin xagga ka sarreysa رواتب باكرة سنن باكرة صلاة الليل باكرة الضحى باكرة كم باكرة نبت برتي مركا ينفط النشيط هاي نكر بيسك سيد دردرين مركا يرعى جستام يرد داشام مال ما أدري يرن قبصتنا ما السفر كوشرتنا هاسمه وصير نقول لكن خد بالي إذا كاي سجى كتلا من هالك هاسه إذا إنسان كو استمرارية دو كو أدكته ولذلك با إلهي وحو إسلام كو سيء وحلا إلى هالتوبة توبة دو ومراجعة النفس وما دام اللي يقف خط كان انو كلي هين كارين الا بد من معصيه ومن خطيئه اي تهي ماكو كدعه سو سو نكون كره حدو كدعه لا يدا تورس باته واد دحد دي لو متا كلي ماركا سو سو نكون كره متابعه لو يلان كره وحين لنا ماركا وحين او باهنahay انينو سمينو توجيه مستمره عيد كاستو مساله دان اسكو ديسا اني توجيه او نقطه توجيه هادو ميد مستمره
waxaan isku dayayaa inaanan idin daalin, inkastoo waqtigii la siiyey maanta uu malaa aad iigu filan yahay. Ana waraaqo badani meesha ay yaalin, laakiin dhanka kalean ka cabsanaya inaa idinku iga daashaan ama si aanba aan daalo. waxaan isku dayayaa markaa inaan masale kale oo iyana in yaroo kooban ka tilmaamo, oo ah masalada manhajiyada ah, sida loo kala horaysiiyo, oo shay aynu aada ugu baahanaya. yacni manhajkii oo saxi uu yaallaa baan leenah waa alkitaabu wasunna, murabbina waa loo baahan yahay, cid wax tarbiyaysa. murabbigaa waxaynu uga baahannahay baynu leenahay inuu isku dayo inuu mathali karo nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam, inuu dhaxli karo. culammada uu nebigu ku tilmaamaya inay yihiin kuwii ambiyada dhaxashay, waxaa laga rabaa cilmi qura inay ka dhaxlaan, maa inay sifaatkii ka dhaxlaan ambiyadu ay lahaayeen, si ay dadka u tarbiyayn karaan oo xadkan ay u gaadhsiin karaan, si ay u noqon karaan rabbaaniyiinta ilaahay qur-aanka uu ku sheegay. waxaynu leenahay iyana aad aynu ugu baahannahay haddii aynu islaam nahay, laba shay baa aad u muhima inaynu tarkiisinno ama xoog aynu ugu yuurursanno. labadaasi haddii aynu ku guulaysanno, waxay ugu muuqataa inay dariiqu uu fududaanayo, inaynu towjiiheenna mustamarkii inuu muddo socon karayo, inaynu dantaynu leenahay hore u gaadhi karayno. waa labada masale ee qur-aankii makiga ahaa ugu badnaa, qur-aanka madanigana in badanoo ka mid ay tilmaamayso. waa masalada ah, labada masaleba waa min qadaaya tawxiid, laakiin waxaan tilmaamaya ka koowaad oo ah weynida alle subxaana wa tacaala inay dadka baadejino. waynu leenahay waa madkhalka koowaad ee tarbiyada islaamiga, ilaahay weynidiisa iyo in keligii la caabuda inay noqoto wax qofku si fiican uga daadega. maaha inaynu bidac oo qura jafno oo qofku inaan shirkiyaad ku dhicin ama bidac oo qura, ee qofka in qalbigiisa lagu weynayo, xiskiisa iyo dareenkiisa inuu ku weynaada alle subxaana wa tacaala. walidaalik baa ilaahay qur-aanka makiga intaas buu inoogaga warramaya oo aayaadkiisa ka wamida, abuurka, cirka, dhulka, samawooyinka, xidigaha, kan waxa alla uu abuura bal qur-aan kaga warramaya. kullu dalik waa in xiskeenna ilaahay weynidiisa la dejiyo, waa inaynu dareenno nicamka waa layna siiyey subxaana wa tacaala. hadduu qofka muslimkii taa uu rumeeyo, waxaa fududaanaysa inuu mahad celiyo. cibaadaduna ta ugu fiicaniba waa inaad mahad celiso, waa kii nebigu lahaa fala yakuunu cabdan shakuura, markii la yidhi dembigaaga horiyo kii dambaba alla wuu dhaafay, maad iska nasatid, wuu nasan waayey isagoo wixiiba la dhaafay. waayo wuxuu leeyahay miyaana noqonay inay addoon mahadnaqa. ilaahay nimcadiisu markay ku badato qofka uu dareemo wuxuu nimco haysto, waxaa ku badanaya inuu mahad celin karo. idan qadiyatu tawxiid, oo waxaan arkayaa qadiyatu tawxiid in dadku uu kala dhambalay marka laga warramayo abnaa isaxwa u bacd alxarakaat tawxiid aluluhiya faqad bay ka warramaan, saa daraaddeed bay shirkiyaadka iyo bidaca iyo waxa ka narnahiyaan cibaadadu inay badatana ay sugaan. abnaa isaxwa qaar ka midana waxay in badan ka warramaan tawxiid rububiya, ilaahay iyo weynidiisa iyo waaka kan masalan waaxid tabliiqi haddaad raacdo, dadka wuxuu inta ugu badan la uga warramaya inuu ilaahay ka daadajiyo weynidiisa, dadku iyagoo ilaahay u khuduucsan bay yimaadaan. laakiin aqoon darro badan oo jirta daraaddeed baa laga yaabaa bidac iyo waxyaabo badan oo qurun inay iska jiraan oo kale. waxaa laga yaabaa alikhwa salafiya inay aada uga warramaan tawxiidu licibaadaat, laakiin in badan qofka aanu dareenkan ah in weynida alle si weyn loo dhadhansiiyo aanay badnayn. waxaan leenahay waxaa aada u habboon in mas'aladaasi xoog dadka loogu diso. waxaa kaloo habboon mas'alada aakhirana in xoog dadka loogu diso. noloshu haddii labadaas si wanaagsan loo rumeeyo aad bay u fududday, mujtamaca la doonayaana within no time baa lagu helaya, wax aada u fudud buu ku dhalanaya. waayo bulshada maanta joogta waxaa ku weynaaday adduunkii, wadaad iyo wabiin bay isku dar, adduunkii baa la weynaaday, adduunkii baa lasoo dhaweeyey. isha bini aadamka waxaa lagu dhaweeyo, waxay idhaahdaan shaygu marka isha bini aadamka uu kasii fogaadaba bay idhahaan wuu sii yaraadaa, marka lasoo dhaweeyaana wuu sii weynaadaa. gacantaada haddaad sidaa tiraahdo way sii yaraanaysa, haddaad sidan soo tiraahdana way soo weynaanaysaa ilaa ishaba qariso. wax kasta oo nafta aad jeclaysiiso kusoo dhaweyso, marka dambe waxa kaleba wuu ka qariyaa. dayuraddu markay dhulka fadhido waa wax weyn, laakiin samaawaadka markay u baxdaa, cirka sare aad ku aragto way sii yaraataa yaraataa.
dadku maanta adduunku isku soo dhaweeyey aakhirana waa la fogeeyey dabeetana way muuqan ba weyday markaad geerida fogaysato ee aakhira kula fogaato ee naarta kula fogaato ee jan waad rumaysan tahay inay wada jiraan laakiin ay aad tilaada waliyuhaa fitaay allatu baa ka sokay horta xoogsi xoojiyo daardhis oo reerka oo halkan ka boodo beriga aad tilaada weli jaanis baad haysataa ee taasi way durugsan tahay aad adduunka aada u soo dhaweyso aakhirana ay kaasii durugto way adagtay tarbiya islaamiya saxiixa inay dhalato tarbiya islaamiya saxiixa waxay dhalataa markay dadka aakhira kusoo dhawaato ee aakhira ay hadhayso adduunkuna uu dabar jeediyo uu sii fogaado ama wax yar uu arko abnaai saxwa maanta waxaa laga yaabaa inay in badan isidhaahdeen khilaafa suufiyada oo laga yaabo suufiyadu khuraafaad iyo ruuxaaniyaad inay dadku noolosiyaan adduunkaba u qofka dhacay xoogsan kari waayo waxba samayn kari waayo laakiin didkeeduna yana in la yaro buunbuuniyey oo ah jaamacadaha gala oo xoogsada oo halkan ka booda oo saan sameeyo oo rag noqdo wax iska dhiciyo xoogsada oo shaqaysta in layska badiyey oo aada moodo aakhiradiina inay yana yaraatay sidii xoogsada yaxga laysugu waday waxaynu u baahanay tan lafteedana in laysku qabto oo ah aakhira inay soo dhawaato inta la moodayo in badan laga soo dhaweeyo hadday taasi dhacdo waxaa fududaanaysa waa waxyaabaha sahlaya inuu qofku mutiic noqdo wax badan uu aqbalo inuu qofku juhdigiisa kan uu aakhiro ku xisaabiyo inuu qofku aqbalo wax badan inuu dhegaysto diin badan inuu sameeyo mujtamaca inuu in badan u gargaaro waayo wuxuu rumaysan yahay meel dhowo uu tegayo berri uu mushaharkiiso dhan ku wada helayo nafta bini aadamkaa bay ka mid tahay ilaahay baa leh watuxibuun yacni ilaahay baa qur-aan ku tilmaamay alcaajila tan degdegta badan leh in la jecel yahay ama iithaari alxayaati dunya nolosha adduun dadku had iyo goor door bido waxaan leenayana waa maclam weyn oo min macaalim tarbiya alislaamiya haddaynu rabno jiili saxaaba noocu aag inaynu ku soo celinno waan kuwaasi bataan walidalik baa jiilu saxaaba jiil noocaa kula midi aanu soo noqonayni siduu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sifaatka ka arkayeen ee ah adduunka sidii uga fogiyey ee isagoo hananaya aan waxba ku falaynin bale lahaa haddii buurta uxid oo dahab ii timaado saddex habeen gurigayga uma hoyatee buu nebigu leeyahy ma aha buurta adiga waxa laga yaba markaad ducaysanaysa inaad tiraa allahuma irzuqni risqa waasican xalaalan tayiba waxaynu tiro badinno nebi maxamedna wuxuu ku ducaysan jiray allahuma ajcal risqa aala muxamedin kafaafa aw allahuma ajcal risqa aala muxamedin quuta sa axaadiistu ka saxday ilaa warsaaqda reer nebi maxamed ba inay cunaan un ka dhig inay cunaan ka dhig adduun baa halka ka joogay saxaabadiisuna noocaas bay u arkayeen aakhiraa la dhaweyd walidalik bay waxa dhib ku dhacay oo dhan taxamuleen saxaabadu waxa dhib ku dhacday waa yarta ciday ku dhacday dunida intan legdayagaa diintan gaadhsiiyey laakiin waxay waxan oo dhan u taxamuleen labadan mas'ale agtooda ku weynaa haddaynu rabno asaaliibtaynu tarbiyada u adeegsanaynaa inay midhadhalkeedu uu bato waa inay labadan shay weynaadaan ilaahay dadka agtiisa waynu ku weynaadaa aakhirana wayna ku weynaataa walidalik baa qur-aanka in badan waxa ku arkaysaan wax yar marka alla ka waramaba nusuusta inta ugu badan ama tacqiib waxa u ah in allaha caliimun xakiim in allaha kafuuru raxiim khaaliqu samaawaati walardi faaliqu lxabbi wan in badan un ilaahay sifaatkiisa uu ku qorayo sifaatka alle innaga waxaa laga yaaba qaab falsafiya inaynu u barano taama la sugayo ama la sugi maayo laakiin inay quluubta degtaaba inay nagu yaraatay qur-aanka intiisa ugu badanina wuxuu isku dayay in ilaahay lagaa dhaadhiciyo iyo qur-aanka markaad in yar martaba ama jannaad arkaysa ama naar baad arkaysa ama siraad baad arkaysa ama qiyaamo laga waramaya arkaysa ama caynkan waa ayi mas'ala aada soo qabato qur-aan ka mid ah ayi suura aada soo qabato labadan mas'alo way ka badan yihiin mawaadicda kale uu qur-aanku ka warramo oo dhan mawaadicda kale uu qur-aanku ka warramo oo dhan way ka badan yihiin waxaan leenahay labadaa haddii adeegsigooda uu batana tarbiyada fududaanaysa saa daraaddeed waxaan jeclahay inaan kelmadda kusoo koobo mar labaad diinta waa la soo celin karaa dad dambana waa lagu tarbiyayn karaa jiilu saxaaba ridwaanullaahi calayhim iyaga jiila la doortay ahaynoo la gaadhi maayo sababahan loo gaadhayna waxaa ka mid a baan leenahay asleynka iyaga nadiif u ahaa iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo acdamu rabbi fi lcaalama oo iyaga tarbiyeeyey laakiin waxaynu leenahay waa dhici kartaa in la soo celiyo jiilal islaamka kor yeela haddii la adeegsado asleynkii oo yaalla oo waxa qabashkee kale laga tago iyo dadka ducaadda ah oo aan dadka isku day inuu naar inay ku ogaan ama inay cilmi faafiyaan une
isku daya inay isu dhigaan inay murabbiin noqdaan isu daya inay isku dhigaan inay dadka naar ka badbaadin karaan in dadku talaqi uu ku samayn karo waxay sheegayaan uu dadku qaadan karo inay matali karaan sifaatku nebi maxamed la calayhi salaatu wasalaam iyo innagoo tarkiisina asaaliibteenna ay ugu horeyso yacni kama waramayo asaaliibu tarbiya wax badane la adeegsado laakiin ay ugu horeyso aliimanu billaahi walyowmi laakhir inaynu xoogu tarkiisina wallahu aclam wabilahi towfiiq. بسم الله الرحمن الرحيم ولا كده مصطفى حاج اسماعيل هارون الله كابال مريو انا كان الله انا قدي كو وانا قاته سلام مره انا ويليه هذا ما حنو قال ان هدي لهيد من سؤاله كل بوحه مودا دد كسؤالها سو قري ان نيدرلاند يا صومالي ين انو ان مارتي قلدان ما كلا غران الله اعلم شيخ سائل كو ريا و خليه هي دد كشيعه waxay leeyihiin qur-aanka bar ama halaf ayaa riyo cuneen riyuhu waxaan umalaynaya inay kuwii ariga yihiin baan umalaynaya bismi illahi raxmaan raxiim waxaan jeclaan lahaa waxaynu ka faa'idaysanay inaynu isweydiino shiicada inta ugu badan leh rayiga kan ma qabaan hadday cidda qabtaana waxba macnaa ma samaynayso yacni waa xaqiiqo sugan inuu qur-aanku yaallo sidiisiina uu yaallo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisiina la qoray tawaaturna uu ku soo aroray riyadaaya qur-aanka gebigiisaba muslimku kalama kulmin kitaab laga dhigto war quluubu nnaas baa dadku kala kulmin qur-aanku marnaba ma noqonin wax qoraalkiisa la ictimaado keliya mar walba wuxuu ahaa afwaahi rijaal baa laga qaadi jiray saxaabo qaybsan baa taabiciin qaybsiisay taabiciin qaybsiisan baa taabiciin taabiciin qaybsiisay ilaa hadda sidii un baa loo qaybsan yahay mar la waayay muslim qur-aan qaybsan maba jirto dunida tan marka haddii koo ay iyagu gaaroo haysteen riyo cuneen kii muslimku qulubta ku jiray ee maba ahayn wax riyo ay cuni karaan saa daraaddeed ma aha masale aynu in badan isku dhignaba ee dunida marnaba lagama waayin xufaad muslimiina oo qur-aanka saa u qaybsan saas un baanay malaayiini mar kastaba u joogtay waana taarikhi alcaalam cid waliba waa ka markhaati inuu qur-aanku sidiisii u yaallo wallahu aclam. bismillah sheekh saa'ilku wuxuu leeyahay khayru umma ma ummadda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam baa loola jeedaa mise muhaajiriin iyo ansaar carabta hadda joogta waxay sheegtaan inay ayaga carabta ah loola jeedo khayru umma waa dadka muslimiinta ah oo dhan laakiin wuxuun baan anigu sheegayay khitaabku ama hadalku inuu ku dhacayay kuwii markaa joogay saxaabada ahaa oo iyaga ku soo degay kuntum khayra umma ukhrijat linnaas laakiin ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii ah ee tawxiidka laga helay isaan ku sugmay dee ummadda nebiga ka tirsayn calayhi salaatu wasalaam ama carab ha noqdaan ama cajab ha ahaadaan wallahu aclam. bismillah salaan kadib buu leeyahay saa'ilkaani nebi nebiga maal wuxuu leeyahy nebiga ma la ammaani karaa gabay iyo wax la mid ah taas oo loola jeedo jeclaan loo qabo nebiga nebigu calayhi salaatu wasalaam ammaan iyo wuu mudan yihi waana la ammaani karaa ugu horrayn wuxuu isagu yidhi ii sameeya habboon inaynuu samayno nebigu calayhi salaatu wasalaam qaybna ilaahay baa inagu waajibiyey oo salaadaha markaynu tukanayno iyo tashahudka iyo waxaynu la imanayno iyo cibaadada laynoogu duro la yidhi haddaynu isaga ku sallino mar qura in ilaahay toban jeer inagu sallinayo qaybna isagaa inaga codsaday nebigu calayhi salaatu wasalaam oo bayna kulli aadaanayn inaynu u ducayno laba aadaano kasta mar kasta oo la adimo maxaynu dhihahnaa allahuma rabba hadi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxameda alwasiila walfadiila yacni mar kasta oo la adimo waynu ducaynaynaa ilaahay baynu u baryaynaa meesha ugu sarraysa jannada ee qof qudhaa gelaya kaana inaan noqdaan rajaynaya buu nebigu yidhi ilaahay i weydiiya haddaa alle i weydiisaan idinkuna shafaacadayda waajibsanaysaan dabeetana aadaan kasta dabadii waxaynu la taagannahay ilaahay oo halka u sarraysa nebiga gee calayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhan uu inaga mudan yahay haddaad gabay ama
سوغان تريسو أفكا دون تبا كتريو سمالو دو ملاك عربي قلو كتريو باو هايستا ينو قصايد بالا إدا داكا وحيو هايستا ينو جينتا كميتي ورواس كميت قوي سمالو قوي عربي هذا في عربي كتريسو إيا هذا في سمالو كتريسو النبي أمانتا عليه الصلاة والسلام اللي بي كمتشرتو هدي آنا طرافين حدود دي أمان مثلا نبي الله عيسى عليه السلام يهود قيب كميدي واي عايداي oo waxay yiraahdeen garacbaad dibadda way rumayn waayay qayb ka midna way amaanto amaantii intay waday waday bay yiraahdeen ilaah baad oo ilaah baa ku dhalay oo inay ilaah baad dibadda nabiga waxa alayhi salaatu wasalaam inagana wuxuu inagu yiri war haygu xad gudbinina reer banu israayil siday ugu xad gudbeen nabiyullaahi ciisa ee waxa aniga ay tidhaahdaan buu nabigu leeyahay inama ana abdullaahi wa rasuul ee dhaha وإلهي أدون كيسي يا رسول كيسي تاسا أمانة إلهي القرآن كماله النبي كو أمانة يوردن ولما مقامات الوحي مركا ألا شقي أدوني ما ألا كسفي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب سبحان الذي أسرى بعبده الليلة تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده يعني مركا إلهي والنبي أمانة يا أدوني ما إلهي كسفي أدوني ما دوا ماشي وصل رئيسي بن آدم كقاله إنه أدون دبع الله النقضاء ورانك وقص الرئيب بن آدم قاري كرا هذا بها دار ربطان بو نبي قولينا مانتان واحد تلاه دار عبد الله ورسول إلهي أدون كيسي الرسول كيسي إذا صحابة دوية أمانتي بل أنت قال وصو قبي دابا عايش جرت اللي ولي قيد بدولي دالي سوك بي يجيب قبي صوت ريان باي عايش جرت وريان قد عنا يبو نبي قولينا شروع انتو حسان ابن ثابت انتو منبر كفوله ayuu gabaysna tirin jiray oo gaaladana ku caayay nabigana uu ku amaanay idan in nabiga la amaana dhib maaha laakiin halkii dadka quraanka looga dhigi lahaa inaad tirada qasaayida loo dhigo iyana war maaha ee diintu waa kitaab iyo sunne marka dadka diin u dhigaysana kitaab iyo sunne u dhig laakiin haddaad adigu xoogaa tixa iska tirisa ama tix xoro la tiriya aad iska qaybto nabiga lagu amaanayo oo aan intaa wax dhaafsisina ku jirin bale kuma jirto idan nabiga waad amaani kartaa calayhi salaatu wasalaam ammaanoo dhanna wuu mudayay إلهي بانا أماني وقرآن كيسكو أماني وإنك لعلى خلق عظيم أما ورفعنا لك ذكرك عدة ألا أماني أدو وحبا لنبك شيء كريميس لكن انت أدنا مراقوته صفاتك ألا لها قارسين النبي عليه الصلاة والسلام وحو ألا إسكالي يبا شرته حدود أنو إلهي وقلين عدنا ما صغش إساقا كاليقي العابدة إساقا كاليقي لبرياء إساقا كاليقي وحبحية سجا كلي وحرزاقة هذا أنت ذا ما أنت ترى هذا النبي وحول ببحين شريو ده هذا قدرا إلهي بقى وح كستب بحية النبي عمر كي بريا ذا كبضي وحقولها ور لا تبخلوني ور هاي بخيليني نبي النبي يقول محوقة شيء ده يعني أنا قوم وحبا هاي سان كين كين ونا ضاي ترى هذا لا نبخيل بار مركان الله غني مركا وح بس هو هي هاي بخيليني نبي النبي يقول لكن هذا ذوق ترى هذا النبي قال وحول بها استوى وحول ببحية ده هذا قدرا إذا النبي قوم منزله ألا سي مدنا إلهي بقى إسكاله midna muslim kaalo way ka sii hooseysa marka ha isku qasi muslimiinta iyo nabigu ma sinna nabiga iyo allana ma sinna marka ammaantaadu iyo wax isku walaaqay laakiin wixii ammaana waa lagu ogoliyay wallahu aclam waqtigu waa yar yahay haddii aan su-aalaha kuwa loo baahan aan hormarin lahayna waxaad leedihin su-aalihii waa la kala hormariyey marka kolba un siday hadda ku socoto un baan ku wadaya 10 daqiiqa aanan noo dhiman haddii ilaahaydna sheekh saa'ilku wuxuu leeyahay sheekh maxaa lagu soo celin karaa barbaarinta ummadda soomaaliyeed ama tarbiyadda wanaagsan dee waxaan sheegayba soo intaa un mahayn maanta oo dhan su-aal kale laba saa'il baa sheekh waxay leeyihiin aan warqadooda akhriya dad xanuunsan weeye marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan walaalahayga muslimiinta ah ee halkan isugu yimid waxaan ka codsanayaa waxaa iga jiran wiil iyo xaaska in aad iigu soo ducaysaan kan labaad wuxuu leeyahay sheekh laba qof oo walaalaheen ah ayaa la soo sheegay in ay dhibaataysan yihiin waxay walaalaheen muslimiinta ah ka dalbanayaan inay u soo duceeyaan oo ay allah u baryaan si dhibka ilaah uga qaado allahuma shfihim jamiica ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaana wa tacaala iyaga iyo dadka muslimiinta kale bukaba inay ilaahay caafimaad siiyo dhibaatadana ka qaado
سائلك حقا وحولي يا شيخ هدا هدي لغاشي كيو معجزوين كجهاد كسيدا كي أفغانستان أما بوسنيا أو روح آد وغاشي كيني سيد أي كوغو إيراهدان ويهان دم بوحا لو دقالميا إن لا أركو معجزو مركا قفكاس أما داتكاس أن جهاد كا ميل وسنكا جوغين أما كو جيس جيسية جهاد كا محو حكم كيسو نغانيا أما محاد قلات تالين لهاي دين إلهي وسودة شيء تقولون يعني حديث لغو سودة شيء واحد لغو جيس جيسة مالي ركن وين هي مد يختار الاستهزاء بالكتاب والسنة والدين كبح هذه لو جيدة إن ديت لغو جيس جيسة أخواتي في العقيدة وهرين دم أنت واحد قلت لنا يا وحال لي رسول كيس كسرنا إن بدن لقنا وصلا وأنا إن قنن وحكفت كجلاء أما مرن كجلاء أما دتك قعيا يرى أما مراجع وهذه جور سمايا مرن كسيدي سبنا نبي بقول حكوت المام يا قفك مرن كسقيا مرن كهدات كتك حتى يسقى حقه إن إلهي سبحانه وتعالى وجوري كنا كهذا السيد إذا مرن كسيدي سب خير ماله ولو حتى هذا ضو كحق كنت أجنت هاي مرة وحبا ما كينا ولذلك وحنا ندور الله هذا ما أنتي مد جهادي هي مد وخلاص سون سبين هي ما قاعد يضرب بدن لك خلاص شيء جانا يوم مرة كيس كده هاي حبا يدي كرين ماي إلهي كتاب في سبرتا وحق ما كرتا نقبتا مرة كنا يسكن نافع والله أعلم سألكوا حاجة شيخ وحولي يا عرور تتربية دودا ملقا قادن كراه قاب كقالدو وحو تربية يان oo ah qaab u dhow islaamka oo ah ilmaha inaan la dilin khaasatan dugsiyada quraanka oo lagu uleeyo kuwa gaalada lama uleeyo saashu way duubantay yani gaala tarbiyo ma laga qaadan kara gaala wax badan bay wadaa ee dhawayn tafsiilisa waxaan laga qaadanayaa wax laga qaadan kara baa way leedahay marka hadaan ku idhaahdo lagama qaadanayana waa gardafo hadaan ku idhaahdo waa laga qaadanaya laakiin waxaan baa kuu sheegayaa kooda inta aanad u gudbin waxaan ku odhan lahaa baro kitaabkii sunnahay ku taalaa sida wax loo tarbiyaya kaas waa mid haddaad uga jeedo masaladan dilka oo keliyana dilku xuduud buu leeyahay culamada qayb ka mid waxay idhahdaan ilmuhu intuu 10 jir ka yar yahay in waxba lagu dilaba maaha maadaama uu nabigu salaadii oo arkaantii ugu waaweynayda uu yidhi markuu taban gaadho wixii ka dambeeya hal ugu garaaco inta taban ka yar yahay in la dilo ma fiicna bay idhaahdaan sideedabana dilku waa ciqaab ciqaabtana goorma qofka la saari karaa ma ciqaabtu buu ugu horeeya maya xataa markay ciqaabaha timaado fi cilmi tarbiya waxyaaba badan baa ka horeeya hadal baa ka horeeya in qofka wax loo diidaa ka horeysa in yacni waxyaaba badan oo cuquubaad ay ku tilmaamaan culimaa u tarbiya baa dil ka horeeya dilku waa the last yani waxay idhaahdaan dawo dabba u dambeeya bay idhaahdaan in lagu gubgubo idan dilku waa gubgubistaaw marka waxaan odhan lahaa dilka badan hala iska dhaafo weliba culamada qur-aanka dhigta waxaan in badan kula taalin lahaa dadka inay qur-aanka jeclaysiyaan aan lagu dilin anigu kolay ra'yigaan u jajeeda waan ka laakiin sida gaaladana xadhigga qoorta ha loo saaro ciyaalku intay kabaa miiska soo saaraan macalimaddu ha ooydo isna kaasi mid maa waxaan ahayna kalaasyo dhan oo ardaday yareen intay buuqdeen macalimadu markay waxay samaysay garan weyday iyadii ooyeysa macalinkii baa fadhiyo ooyeya ciyaalkiina way buuqayaan marka labada male inuu ardayga ooyaaba la qaadan lahaa ka macalinku ooyey wallahu aclam bismillah saailkan wuxuu leeyahay sheekh waxaan qabaa laba su-aalood sidaynu ogsoonahay caruurta waxaa halka iskuullada lagu baraa waxyaabo diinteenna ka soo horjeedo waxyaaba diintu ka soo horjeedo sida sawirada iyo wixii lamida marka ma ku taageeri karnaa caruurta inay sawiradan bartaan iyo wixii lamida waa su-aasha koowaad su-aasha labaad wuxuu leeyahay sheekh waxaan caruurta u dhigaa qur-aanka sida badan waxaa loo dhigaa waa qur-aan waxtar
su'aasha kowaad waxa weeyaan sidaynu ogsoonahay caruurta waxaa halka iskuullada lagu baro waxyaabo diinteenna ka soo horjeeda sida sawirada cala kulli xaal waxaad arkaysa inay diintaada ka soo horjeedaan ma ku taageera dayadu maaha waxba ha buunbuunin dad waxay arkaysa inuu diinta ka soo horjeedo inkastoo masaladan caruurtu iyo waxay qabato ay masalo culammada qaar ay si gaara uga waramanay tahay waayo waxay noqonaa caruurta yaryar in loo ogol yahay tamaastiishan yaryara la samsameeyo waxaa dadka waaweyn ay mamnuuc ka tahay dabeetana culamada barbaa waxay isweydiiyeen haddii timsaalkii oo kii ugu adkaayaba ilmaha yar uu haysan karo oo aynu naqaano alcaabta tufaasha inay ka mid yihiin sawirkan yaryara kale wax ku baranayaan ama waxa caynkana ma ba'si badan baa ku jiraya ila timsaal baaba loo ogolyahay marka waxaan ku odhan laha masalada haddaad cilmiyan rabtana ahlu sharciga weydii laakiin wixii aad rumaysato marka adigu inuu yahay wax sharciga khilaafsan ha ku degdeg eedee ka joog wixii aad u arkaysa inuu sharciga waafaqsan yahayna ku taageer masalada ka cilmiyanna ahlu cilmiga weydii wallahu aclam sheekh saailkan wuxuu leeyahay waddamadan waxaa jira sharciyo la iibsado ama la kiraysto sida loogu si loogu shaqaysto ama loogu tahriibo arrimahaas diintu maxay ka qabtaa wadaadadiina weydii haddii ilaahayn waxaan kusoo koobayaa su-aashan ugu dambaysa sababta waqtigana la siiyaa wuxuu yahay ilaa 11:00 barka mar 11:00 barkiina waaba la dhaafay sheekh dad waxaa jira neceb barashada carabiga iyo ciddii ku hadasha badankooda iyagoon meel carabi looga hadlo aan arag ee maqal uun ku nacay bal dadkaa ka warran iyadoo ilaahay qur-aankiisa carabi ku soo dejiyey rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam carab ayuu ahaa dhul carbeedna wuu ku noolaa ayna yihiin dad islaam ah oo walaalaheen ah anu waxaan ku darayaa kolba dadkii carabaha maaragtay laga soo tarxiilay un baan arkay wax maaragtay neceb waxaan odhan lahaa dadka imika jooga waxaad moodaa soomaalidii hore xataa inay caqli dhaartay soomaalidii hore cilmi badan may aqoon qabaailkii soomaaliyeed ee isku duuli jiray baa qolo layga waramay waxaa la yidhi waa taarikhdii hore soomaaliyeed reer buu ku duuleen dabeeta markay dagaalka ka soo baxeen buu ayuu adimo wuxuu yidhi kaalay tukanay masay dhaheen war dhiiminkaa baynu dhiig gelayno reer baynu leenayna maxaan ka tukanayna reer hebel baan collownay buu yidhi ilaahay maanaan collownay ar waxaan odhan lahaa haddii dawladda wada carbeed ka mid a idin soo eriyata ama idin dhibto macnaheed maa inaad diinta la collowdo ama ilaahay kitaabkiisa inaad la collowdo ilaahay diintu inoo soo dejiyay afkaasuu ku qoran yahay ilaahay baanu inoo ilaaliyey af carabiguna waa luqa ka mid a luqaadka dunida lagaga hadlo waa luqo runtii ka jilicsan waxyaabaha badan ee aynu maanta dhiganno waxa laga yaba dadka in laga dhaadhiciyay luqada carbeed baa adag luqada scientifically iyada ka jilicsan waayo ususka luqada carbeed ay ku salaysantay kuma salaysna luqaadka kale matalan kelmadda qudhee carabiga inta jajabisaabaad waxaad doonto ka samayn kartaa luqaadka kale ma leh af ingiriisi maanta haddaad ku hadasho objecga iyo subjecga iyo feebka ama iyo predicateka hal kelmo kama wada dhigi kartid laakiin luqada carbeed kelmad qudhaad intaad burburiso intaba ka samayn kartaa daraba ayaad ka samayn kartaa kii garaacay kii la garaacay wixii la garaacay goortii la garaacay sidii loo garaacay waa kelima waaxida ma jirto luqo kaloo intaad sidaa u burburiso sida ta noqon kartaa luqada carbeed matalan tensiskeedu waa laba ficil oo qura marka inu amarka iska reebno waa in luqada ingiriisa taqaanin inta tennis ay leedahay ee hafbin iyo iwoste inta tennis ee la isticmaalo waa taqaana tanna waa ficil maadi iyo ficil mudaarici yacni ayu shay la adeegsado tan baa ka fudud cilmiyan xataa haddii loo fikerayo mid baa iyada jirto xaqiiqa aan la dafirin oo ah luqaadka kale dadkii lahaa way fudaydiyeen si uu qofku u baran karo ama ha noqdo bugagta loo qoray ama ha noqoto macalimiinta dhigaysa ama ha noqoto mawaadan lagugu dhigaya ama ha noqoto laabatarigan lagu geynayo waailta kale aan sida tuwan loo fudaydiyey aan ehelkeed uga shaqaynin liasbaabin ma aan sida tan looga shaqaynin marka waxaan uga jeedaa war xataa cilmiyan haddaad wax daraasaynayso
ولينغويستيكسكا لغة عربية ولغة أدو سرّيس وحلقة يا لغة إنجليزية ده أنا أتقانين 800 روتس إن أنا كبدني لا بقول سيدات بقول سواء قاعد ديكشنيري ده هو وين وبيستركون نقام كادوني سو نقام ووحي راترسن واللغة العربية ده كتبتي ده يمرجع ده هو وين بحرقة هذا سواء قاعد كم ده من علم الصرف كتبتي يرى لك قريب لا بكون في علبك ويا له halka qol ruud kee do dhami u yahay 800 ay kitab yar baxraqay 2000 oo ficil u sheegay yani way ka muraadafaat badanta way ka taabir badanta way si kasta way uga badanta faransiis iyo ingiriis waxa marka la isku daro iskaga balaadhan kara luqada carabeed oo kaliya marka saa moodeen luqawiyan iyo cilmiyan hadaa wax u baranaysana ma aha yaadaan niman dawladdu idin eriyay calowdeen ilaahay hal culubina baan doonaa wallahu aalam haddii lahayn ma waxaan rabaa inaan ii sheego sida taxanaheena caawa uu noqonayo marka walaalkeen mustafa ilaahay ka amaan mariyo muxaadaradii uu noo soo gudbiyey qiimaha badnayd annagana kuwii kuwaan qaata allah naga dhigo muxaadaradan ugu soo horeysa kolba hadda waxaa loo deganayaa weesadii iyo xoogaa yaro nasasha kadib waxaan soo noqonaynaa haddii lahayn ma lixda casirkan tukanaynaa kadib haddii lahayn waxaa muxaadarada ku qoran sheekh yuusuf aadam joogitaanka dhulka gaalo taasoon waxaan u malaynayaa jirannahay baa noogu xigi doonta 8 iyo 5 daqiiqona waxaa bilaabmi doona haddii ilaahin manooduwo fiqa ah kooxo culumo ayaa haddii ilaahin ku kulmi doono intaasay muxaadaradeena ugu dhanta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu